مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم الى النشرة المحلية من قناة اشروق ونبداها بالعناوين. الاتحاد الاوروبي يدعم قطاع التعليم بجنوب كردفان ودارفور بعشرة مليون يورو. مجلس الكنائس السوداني يؤكد اهمية تقوية التماسك الاجتماعي بين الشباب. الاتحاد يعد بمحادثات مع امريكا لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب. أهلا بكم. خصصت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان منحة قدرها 10 مليون يورو لتمويل مشروعات التعليم بولايتي جنوب كردفان ودارفور. وأكد مسؤول التعليم ببعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إيفان بيرتو دعمهم المستمر لجهود وتطوير التعليم بجنوب كردفان. وأشار بيرتو عقب الاجتماع المشترك مع الحكومة والشركاء إلى أن زيارتهم لجنوب كردفان جاءت لمتابعة مستوى تنفيذ مشروع تحسين جودة التعليم بمحليتي أبو جبيهة والليري بجانب الوقوف على الاحتياجات الأساسية للتعليم في المرحلة المقبلة. الغرض الأول متابعة جودة التعليم في ولاية جنوب كردفان ومتابعة المشروعات التي قاموا بتنفيذها في محليتي أبو جبيهة والليري، وفي نفس اللحظة دارين نشوفوا معانا خطتنا للمزيد من المشروعات التي تتعلق بجودة التعليم في المحليتين، إضافة إلى أن هذا المشروع يمتد إلى نهاية نوفمبر 2020. من جانبه قال مسؤول التعليم ببعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إيفان بيرتو إن منحة الاتحاد الأوروبي جاءت لتعزيز فرص التعليم بولايتي جنوب كردفان ودارفور بالتركيز على التعليم الأساسي في عدد من الأنشطة في مجال تحسين البيئة المدرسية بمدارس الولاية. زيارتهم الغرض منا تقييم تنفيذ المشروع في الفترة السابقة من 2017 إلى 2020، وعايزين برضو يبشروا الولاية بالمشاريع أو الدعم المستقبلي. الذكر قبل قليل 10 مليون يورو مقسمة على ولاية جنوب دارفور وجنوب كردفان دعما للتعليم في جنوب كردفان وبصورة خاصة التعليم الأساسي. أكد مجلس الكنائس في السودان على أهمية التدريب في تطوير قدرات الشباب وتقوية تمسكهم الاجتماعي. وقال الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني ويليام دينغ خلال ورشة تدريبية للقيادات الدينية الشبابية في إطار برنامج تقوية التماسك الاجتماعي، قال إن الورشة تهدف إلى تدريب الشباب على التماسك الاجتماعي مثمنا رعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للورشة. وقال ويليام إن البرنامج يعزز قدرات التخلص من كل المشاكل الناتجة عن الخطاب الديني، داعيا إلى أهمية مواكبة المتغيرات الجديدة لإحداث نقلة جديدة في المجتمع. حقيقة إنه نقوم بنقلة جديدة في حياة بتاعت المسيحيين والمسلمين في السودان. إحنا ليس لدينا مشاكل كثيرة، إحنا بنزور بعض، بنعيش بعض، بنزور حتى المآتم اللي بيتم في أحياء بنكون قاعدين مع بعض، في الكريسماس بنزور مع بعض، في أعياد الأضحى المبارك وعيد رمضان الكريم كلنا بنعيش مع بعض. لذلك السودانيين معافين كل من كل مشاكل، ولكن هناك أناس ليس برضا عن السودان وهم بحاول يكيلوا علينا مكيالين باسم الدين. هذا ما نريد أن ننظفه في بلدنا. أحرق مواطنون بولاية سنار مقر شركة أبو نعامة للأمن الغذائي، حيث أضرم المواطنون النار في مستودعات الوقود وأحرقوا عددا من الآليات والوابورات. وأفاد مراسل أشروق أن الحريقة جاء نتيجة لعدم التوصل لتسوية مع تجمع القرى المحيطة بالمشروع، والتي تضررت بفعل الاستخدام المفرط للمبيدات، والتي تسببت في ظهور حالات أمراض سرطانية بحسب مواطنين هناك. وحذر رئيس لجان الخدمات بقرية جنوفا محمد شكر الله من التلاعب بقضيتهم التي تشكل حياة إنسان المنطقة، وأشار إلى أنهم جلسوا مع الجهات الرسمية بالولاية وقدموا شكاوى لإيجاد حل جذري لمشكلتهم مع شركة أبو نعامة، لكنهم لم يجدوا حلا، وإن الشركة عادت لممارسة نشاطها الزراعي بالقوة متجاهلة كل مطالب المواطنين مما أثار غضبهم.
عزت هيئة مياه ولاية الخرطوم توقف محطة مياه بحري إلى عطل كهربائي حدث. وأبان مدير مياه منطقة بحري الكبرى عماد فضل الله أن فريقا هندسيا من الهيئة وشركة الكهرباء يعمل حاليا على معالجة العطل، مشيرا إلى تأثر مناطق بنقص المياه في الخرطوم وتشمل مناطق بري الرياض العمارات وأجزاء من مناطق الصحافة، وفي بحر مناطق مربعات كافوري، مربعات شنبات الأراضي، شنبات الحلة الشعبية، المزاد والهجرة. وتوقع أن يعود إمداد المياه إلى وضعه الطبيعي عقب اكتمال عملية صيانة العطل. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن خروج السودان من عزلته الدولية ورفع اسمه من قائمة الإرهاب وتحقيق السلام المستدام يشكل أكبر تحديات المرحلة الانتقالية. واستعرض لدى مخاطبته الجالية السودانية ببروكسل الملامح الرئيسية لبرنامج الفترة الانتقالية الرامي لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام ووقف معاناة المواطنين بمعسكرات النزوح واللجوء. وأضاف حمدوك أن معالجة الأزمة الاقتصادية تشكل الأولوية الثانية للحكومة، مبينا أن النظام الاقتصادي إذا تمت إدارته بحكمة ودراية يمكن تجاوز الأزمة. وأكد حمدوك تبني حكومته انتهاج سياسة خارجية متوازنة. دور اللي لعبته حركات الكفاح المسلح في الصراع ضد النظام البائد دور رئيسي ومحوري. عندما نتفاوض مع قيادات الكفاح المسلح نحن ما بنتفاوض مع الآخر المختلف، أنا نتفاوض مع بعض ومتفقين تماما على تحقيق السلام. الخلاف الوحيد أنه نحققه بسرعة أو بطريقة أسرع، يعني ما فيش خلاف حول أصلا ذلك الهدف. زيارتنا الأسبوع الفاتت كانت للفاشر فاشر أبو زكريا، ويسنش طبعا تكونوا تابعتوا القصة قميص حمدوك وكل القضايا يعني الهدف الأساسي. إحنا ماشيين هناك عشان نلاقي إخواتنا وإخواننا في معسكرات النزوح، كان لازم يعني يكون قريبين لهم. لكن حقيقي طبعا من ما هم قعدوا في هذه المعسكرات كانت لأول مرة تجيهم زيارة من المركز من زول مسؤول في الحكومة يعني. ولفت حمدوك إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة بناء الخدمة المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى إعطاء الصحة والتعليم وبناء القدرات أولوية قصوى بجانب الاهتمام بقضايا الشباب والبطالة وخلق مناخ لعودة الشباب من المهاجر المختلفة للمساهمة في بناء الوطن. أولويات الأخرى متمثلة في احنا وضعنا في برنامجنا أولوية قصوى للصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية. ما في شعب يتطور بدون ما ينجز هذه المسألة، تظل أولوية قصوى. أيضا الاهتمام بقضايا الشباب والبطالة، ونحن حقيقة عايزين نخلق مناخ يساعد في انه شبابنا في المهاجر يكون شاعر بانه في مستقبل في باك هوم ويرجع عشان يبنيها. بنفس الغدر شباب في السودان اليوم ما ياخذوا الجيرنيز الفيري دينجرس اكروس الميديترينيان ومسائل اخرى، لانهم يقعدوا نخلق مناخ يخليهم يشعروا انه هذا السودان يستحق انه يقعدوا فيه ويبنوه. لكن طبعا ده ما بيحصل بالامانه، لازم نخلق ذلك المناخ. واكدت وزيره العمل والتنميه الاجتماعيه لينا الشيخ على دور السودانيين في المهجر في دعم الحراك الثوري، ودعت لتكاتف الجهود لتحقيق التغيير المنشود. ما بنقدر نعمل التغيير المنشود والسودان الذي نريد الا نكون سوا، وسوا بنقدر، سوا بنقدر نعمل التغيير كله. العافيه درجات، نحن بدينا لكن نحن مقتنعين بالتغيير ده. والثورة دي جات بثمن غالي شديد، وهو حراك طويل شديد، دم كثير. تشهد ثاني على يعني ترحم على جميع الشهداء في ديسمبر
سبتمبر وكل الثلاثين سنة الفاتت دي في كل بقاع السودان. نتكلم عن السلام، نتكلم عن إنه نحن ده فعلاً ده الوقت الهسجة إنه نحن كلنا نحاول نشوف نحن سوداننا وين، كيف نقدر نبنيه، كيف نقدر نرجع، كيف نقدر نشتغل سوا، كيف نقدر نبني الثقة في إنه نحن ما الحكومة القديمة ولا النظام القديم ولا الفهم القديم ولا نحن عايزين نلخم الناس ولا كذا. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني إن الحكومة عازمة على بناء مؤسسات الدولة داعيا الخبرات السودانية للمساهمة في هذا الشأن، وأكدا حرص الحكومة الانتقالية على إرساء دولة العدالة والقانون. الأولويات بالنسبة لعمل الحكومة في الفترة القادمة ليس فقط مجرد حل المؤتمر الوطني، ولكن حتى تفكيك بنية التمكين ليست السياسي فقط، السياسي والاقتصادي والأمني للمنظومة السابقة. دي مسألة هي من أولويات الفترة القادمة، وحتشهد وحتشوف الناس الإجراءات اللي حيتم اتباعها في هذا الإطار. كل إجراءات بتتم في إطار قانوني لإرساء دولة القانون اللي بتبحث عنها الناس. قال نائب الأمين العام لشؤون السياسيين بجهاز العمل الخارجي الأوروبي كريستوفر بليارد إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لبروكسل مهمة جدا، وسيجري خلالها عددا من اللقاءات تتمثل في لقائه بوزراء دول الاتحاد الأوروبي والممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بجانب لقائه المفوضين القادمين الجدد والبرلمان الأوروبي، مبينا أنهم ظلوا في أوروبا يتابعون ما يجري وما يجري في السودان، خاصة نجاح الثورة السلمية، فضلا عن تشكيل حكومة انتقالية. وأبان كريستوف أن زيارة حمدوك الآن لأوروبا من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بإجراء محادثات لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب توطئة لمعالجة ديون السودان الخارجية. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. المجلس السيادي يؤكد أن قضية التعليم من أولويات الحكومة الانتقالية. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد في النشرة المحلية بعد الفاصل. أكد عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس دعمه لقضايا العلم والتعليم، مؤكدا أهمية تهيئة المناخ الملائم للمعلم، معتبرا قضية التعليم من أولويات الحكومة الانتقالية. وأشار لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية الذي نظمته منظمة متاع للتنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بالتعاون مع المنظمة الطلابية لمحو الأمية والمنظمة العالمية للأسرة والطفل، والذي يأتي تحت شعار إتاحة العلوم أمام الجميع. أشار إلى ضرورة السلام الذي نصد عليه الوثيقة الدستورية، مشيدا بمبادرة المنظمة والاحتفال بيوم العلم. جعلت الوثيقة الدستورية السلام أولوية الأولويات، وحددت له سقفا وزمنا لإنجازه. نسأل الله أن يوفقنا في ذلك، فقد بدأت مفاوضات السلام ونرجو أن تستمر وأن تصل إلى أهدافها ومراميها. السلام شأن عام، السلام يجب أن يكون من اهتمامات شعب السودان بأكمله. هذه الفعالية فعالية مقدرة وتستحق التقدير. من جانبه أوضح ممثل وزارة التربية والتعليم الاتحادية محمد حماد الأمين أن الاحتفال باليوم العالمي للعلم تقليد درجت عليه المنظمة العالمية في 10 نوفمبر من كل عام، ومن أهدافه ربط العلم بالمجتمع والتأكيد على دور العلماء. ودعا المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لجعل يوم الاحتفال نقطة انطلاق لنشر التوعية الخاصة بالعلم وأهدافه، وصولا إلى تعزيز الوعي العام بدور العلم في المجتمعات. من أبرز أهداف الاحتفال بهذه المناسبة ربط العلم بنحو أوثق مع المجتمع، وإلى ضمان اطلاع المواطنين على التطورات في مجال العلم. ونحن في وزارة التربية والتعليم الاتحادية ندعو جميع المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني
والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعلام الرسمي والشعبي والخاص والمواطنين بشكل أعم لجعل هذا اليوم نقطة انطلاق لأنشطة التوعية الخاصة فيما يتصل بموضوع اليوم وأهدافه. دعا والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود الأئمة والدعاة بولايات دارفور إلى التوسع في نشر الوعي الديني الصحيح بين المجتمعات وفقا لرسالة السلام والاستقرار وتعميم مفهوم الوسطية التي تشكل القاعدة الدعوية للمسلمين جميعا. وأوضح الوالي خلال افتتاح ورشة تأهيل وتدريب الدعاة بولايات دارفور في نيالة إن الإسلام دين الوسطية ويجب معالجة الانحرافات الفكرية التي تدعو إلى الغلو والتطرف بين المسلمين، مطالبا الدعاة بالاستفادة من الأوضاع المستقرة لنشر سماحة الإسلام والتسامح ومحاربة العصبية في المجتمع، وأن تكون منابر المساجد المرشد والموجه لتصحيح المفاهيم. هي ورشة تدعو إلى الوسطية بعيدا عن الغلو والتطرف والإفراط والتفريط، فالإفراط هو الزيادة والتفريط هو النقصان، فنحن لا نريد زيادة ولا نقصانا، فالزيادة هي التشدد والنقصان هو التهاون، وإنما هي الوسطية بإذن الله سبحانه وتعالى. دورتنا هذه التي تعنى بتأهيل الأئمة والدعاة بولاية دارفور الكبرى تزعى إلى تجديد معاني الفهم الصحيح للدين وأحكامه في عقول ونفوس وواقع المسلمين، موصولا في ذلك بمغرة وصول الإسلام ومصادره الأساسية بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. من جهته أكد ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إبراهيم التجاني إن الورشة جاءت في وقت مهم يحتاج فيه المسلم إلى إنزال المفاهيم الصحيحة للإسلام والدعوة إليها بعيدا عن التطرف والغلو. وقال إن اختيار البداية بولايات دارفور يأتي لأهمية دور الأئمة والدعاة في المرحلة القادمة في التبشير بالتسامح والسلام ومحاربة العصبية الضيقة. أردنا من هذه الورشة أن نقرب بين وجهات النظر وأن ننشر التسامح، لأن الدعاة وهم ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعية هو نائب وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر، فأردنا من خلالهم إن لم يكن الدعاء على فهم صحيح بالدين، وإن لم يكن الدعاء على فهم الدين من ناحية الوسطية، وإن لم يكن التسامح منتشرا بين الدعاء، فلا يمكن أن يصل هذا التسامح وهذه الوسطية التي ندعو إليها إلى العامة. وشهدنا انتهت النشرة المحلية، وهذا تذكير بأهم العناوين. الاتحاد الأوروبي يدعم قطاع التعليم بجنوب كردفان ودارفور بعشرات مليون يورو. مجلس الكنائس السوداني يؤكد أهمية تقوية التماسك الاجتماعي بين الشباب. الاتحاد يعد بمحادثات مع أمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. انتهت النشرة المحلية، قدمناها لكم من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والمعلومات لكم أن تزوروا موقع القناة على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.